النزاهة والاستقالة والشفافية. بين قضاة الدائرة القضائية في مهامكم الجديدة والسنة. في الجديد وكيلا عاما للملك لدى محكمة استئناف الاستيطان في ظل العدالة، حيث يعتبر مستعملا على الشريعة القضائي بدائرة المحكمة التي يمارس فيها مرفوضة ثابتة وواضحة المعالم، فضلا عن الاتفاقيات الدولية والتقليدية لعبا لحول الزمن القضائي وترشيد مدير الإجراءات ملائمة وشرعية إجرائية القضاء بهدف تضييق الفجوة التقليدية. كنحضروا اليوم حفل باش نشاركوا في حفل تنصيب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الاستيطان. هذا حفل التنصيب جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموافقة الجانب الشريف بتعيين السي أحمد المصموكي وكيلا عاما للملك بهذه المحكمة. الرجل سبق له أن عمل في هذه الدائرة الاستئنافية كما عمل في دوائر استئنافية أخرى. السي أحمد المصموكي الوكيل العام للملك مشهود له بالكفاءة المهنية والاحترافية في كل منطقة منطقة ترك بصمته الدالة على المهنية. أتمنى أن حضوره واعتباره وكيل عام كذلك سيضفي على الدائرة إضافة جديدة تحقيقاً للنجاعة القضائية، تحقيقاً للأمن القضائي، وصوناً للحقوق وحماية للحريات. وأعتقد أنه أهل لهذا المنصب. نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، نتوفى السدد كذلك في هذه المهمة، ونتمنى أن يكون فعلاً مثالاً يحتذى به في الدائرة الاستئنافية صيانة كما قلنا للحقوق وحماية للحريات. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.